أخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شارقة الأمل نحييكم من هنا من منارة المعرفة، نقدم لكم كل ما هو مفيد وجديد ومناسب لتطوير مهارات الطفل. تحية طيبة مقدمة من أسرة برنامجكم الأسبوعي مع أصدقاء، نقدمها لكم عبر تلفزيون الشارقة ضمن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. فيا هلا بكم في برنامجنا الترفيهي التعليمي وفقراتنا المنوعة مع أطفالنا الموهوبين وضيوفنا المميزين في جميع المجالات. نتمنى من كل قلبنا أنكم تستفيدون من حلقة اليوم وتقضون ويانا أمتع الأوقات. والحين أصدقائي خلكم ويانا، بنبدأ مع فقرة إبداعات، لكن بعد الفاصل خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء من جديد في برنامجكم معنا أصدقاء. وصلنا أحبائي إلى فقرة إبداعات، واللي نسلط من خلالها الضوء على مبدعين من الأطفال والناشئة تفردوا بمواهب مميزة فكانوا مثالاً يحتذى به لأبناء جيلهم. ومن هنا معنا اليوم في الاستديو إعلامية استثنائية ولاعبة شطرنج مميزة لها هوايات عديدة بنتعرف عليها من خلال حلقتنا اليوم. نرحب بصديقتنا المبدعة عهد سعيد سيف اليليلي، حياك الله ومرحبا بك في معنا أصدقاء. الله يحييك أختي سمر، أنا مستانسة وايد لأني معاكم. ونحن أكثر أصدقائي، شو رأيكم قبل ما نبدأ حوارنا مع صديقتنا المتألقة بنروح لفاصل ونتعرف من خلاله بلمحة بسيطة عن صديقتنا المبدعة عهد من خلال هذا التقرير، خلونا نتابع. برنامجكم المفضل مع الأصدقاء، أنا ابنة زايد عهد سعيد الليلي من رأة الإمارات في ديرة المحبة والسلام. أنا عمري 11 سنة، ومن هواياتي الشطرنج، الإعلام، صناعة الإكسسوارات، تقديم الورش والبرمجة، وأغذي عقلي بالقراءة. يا هلا بكم من جديد أصدقائي، ومرحبا بكم مع صديقتنا المتألقة عهد، حياك الله. ووايد استمتعنا بالتقرير، وما شاء الله يعني شاهدنا ابداعاتك المتميزة وشفنا هذا التألق وابداعاتك يعني في مجالات مختلفة ما شاء الله عليك. فحابة أعرف ما شاء الله يعني أنت أدائك في التقديم جدا جميل ووايد مميز الله يحفظك، فمنو اللي شجعك أنك تخوضين هذا المجال؟ منو اللي يعني غرس هالشيء فيك وحببك انك انت تخوضين هالتجربه؟ اول شيء هذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. وامي وابوي ومعلماتي الله يحفظهم هم اللي دعموني اني اشارك واقدم، واللي هم اللي شجعوني. وبعد انا دخلت دورات ورش عن كيفيه التقديم مع جمعيه مواليف الاماراتيه التطوعيه. حلو. ومن هنا هم اللي حفزوني اني اشارك. ما شاء الله عليك. قدمتي خلال الفتره الماضيه ورش عن بعد، فما شاء الله عليك يعني قدمتي عن اللي هو نظام الروبوت كوزمو
وايضا قدمتي ورش عن صناعه الحلي اليدويه، وايضا تطرقتي لموضوع التنمر الالكتروني، فما شاء الله يعني مجالات مختلفه. فشو خلاك تقدمين مثل هالنوع من الورش، وشو اللي استفدتي منها، شو اللي اضافتها لك؟ طبعا اول شيء انا احب التكنولوجيا واحب البرمجه واحب اصنع الاشياء اليدويه، وبالنسبه للتنمر الالكتروني بما ان في جائحه كورونا فحبيت اني اسوي ورشه توعويه للمجتمع ان لا للتنمر الالكتروني. حلو. وبالنسبه للروبوت كوزما هو صنف من اذكى 7 روبوتات في العالم ما شاء الله من شركه انكاي، وطبعا هو كوزمو يستخدم للتسليه وللتعليم. حلو. فهو صديق الصغير دائما يلعب معي. حلو، جميل جدا، وحلو انك انت برمجتي. كيف تعلمتي لغه البرمجه؟ طبعا بدايتي كانت من دخلت مع صندوق الوطن، كانوا مسويين ورشه عن البرمجه، فانا شاركت بهذه الورشه لاني كنت حابه البرمجه وكنت حابه اتعلمها، فرحت شاركت والحمد لله تخرجت وعطوني روبوت كوزمو وبرمجته بنفسي، والحمد لله تعلمت كيف استعمل الكوزمو. ممتاز، جميل جدا. كيف قدرت المتألقة عهد تصقل مهاراتها؟ كيف قدرت تعزز ثقتها بنفسها وتكون ما شاء الله نجمة متألقة وتقدم؟ شكرا. طبعا اول شيء تنظيم الوقت. حلو. الثقة بالنفس والقراءة. القراءة هي اللي تغذي العقل. ممتاز. وتخليك تمارس مواهبك اكثر واكثر، فانا اقرا وايد كتب في اوقات الفراغ. حلو. فيعني هالشيء ينمي لي مهاراتي. حلو، رائع جدا. وكيف قويتي ثقتك بنفسك؟ طبعا من كنت في المدرسة صغيرة كنت أقدم إذاعات مدرسية، وكنت المتحدث الرسمي للمدرسة والاحتفالات الداخل وخارج المدرسة. بسم الله ما شاء الله، الله يحفظك. بنتكلم أيضا عن موهبتك الأخرى في مجال رياضة الشطرنج، فخبرينا يعني متى تمارسين هاي اللعبة، وشو خلات، شو اللي جذبت في هاللعبة عشان أنتي بعد تمارسينها؟ أول شيء طبعاً الشطرنج هي لعبة الملوك، لعبة الأذكياء، تعلمك الصبر، الثقة بالنفس، فأنا حبيت هالرياضة. وأخوي محمد الكبير هو بطل العرب، فاز بجوائز وايد عديدة وسافر أكثر من 16 دولة مع المنتخب الإماراتي لبطولات الشطرنج. ما شاء الله، فأنت أيضاً شاركتي في بطولات في الدولة وخارج الدولة؟ طبعا انا مبتدئه فبس اشارك داخل الدوله. حلو. وان شاء الله بالمستقبل راح اشارك خارج الدوله وداخلها. حلو، من خلال مشاركاتك في الدوله شو المراكز اللي انت حققتيها؟ شاركت في بطوله مهرجان ابو ظبي تحت 12 سنه. ممتاز. وفزت بالمركز الثاني. ما شاء الله. وفزت بوايد بطولات مع المنتخب. وبعد انا دخلت نادي راس الخيمه للفتيات الشطرنج. ما شاء الله. وهنا بديت يتطور مستواي اكثر واكثر. ويوميا اتدرب مع الكابتن. حلو، جميل جدا. الحين انت ما شاء الله متميزه في اكثر من مجال، فاذا حد من الاصدقاء حاب يكون متميز ومبدع مثلك، فشو الصفات اللي لازم يتحلى بها عساس يكون مبدع ومتميز وصاحب حضور مميز؟ طبعا اول شيء لازم يكون واثق من نفسه. حلو. كيف يكون واثق من نفسه؟ لازم يقرا الكتب، يشارك في ورش، ويشارك في اشياء وايد عشان ينمي الشيء اللي بيوصل له. حلو. مثلا يبي يكون معلم، كيف يكون؟ لازم يجتهد بدراسته. حلو. ويكون واثق من نفسه ويكون صبور، هاي الصفات اللي لازم يتحلى فيها عشان يكون متميز. جميل جدا، بس اهم شيء من هذا كل اللي انت قلتي لازم يحب الشيء، صح؟ اكيد. فمن منطلق الحب والشغف راح يبدع باي مجال ياخذه، صح؟ اكيد. جميل جدا، ما شاء الله اشوف قدامي مجموعه من الجوائز، ما شاء الله يعني حصاد طيب، فتخبريني عن الجوائز اللي انت ما شاء الله حصلتي عليها.
طبعا خذيت جائزة حمدان الشيخ حمدان وجائزة الشيخ خالد للأجيال، وأنا الحين مع مسوين برنامج حق الفائزين في برنامج في جائزة الأجيال، فأنا من المشاركين معاهم. حلو. فيومي في الأسبوع نسوي فعاليات، نقدم ورش. حلو. وبعد أهم جائزة بالنسبة لي جائزة القائد المؤسس. جائزة القائد المؤسس هي أهم جائزة بالنسبة لي، لأنها تحمل اسم أبونا الشيخ زايد طيب الله ثراه. وبعد شاركت في ماراثون الجري في رمضان، ركضت 3 كيلو على الجهاز الجري في المنزل. ما شاء الله. وبعد شاركت في جوائز عديدة مع كوزمو، وشاركت بجوائز ثانية. جميل. وفزت بميدالية المركز الأول في جائزة الطلاقة. ما شاء الله عليك. وجوائز عديدة ثانية. ما شاء الله، اللهم زد وبارك. حابة أعرف يعني أنت ما شاء الله عندك هذا الحب وعندك هذا الشغف أنك أنت تبدعين في أكثر من مجال، فهل أنت تفكرين أيضا تلهمين أصدقائك وأقرانك أن يصيرون بعد مبدعين ومتميزين مثلك؟ أكيد أبى الكل إنه يكون متميز. حلو. ويكون واثق من نفسه، فأكيد يعني اللي يطلب مني حتى لو ما يطلبوا مني أقدم لهم ورش عن التميز. حلو. عن كيف يصيروا متميزين، فأنا أحب هالشيء. جميل. إني أساعد يعني الناس. أنت عندك قناة أو عندك مثلا منصة عندك على التواصل الاجتماعي مثلا أنت تقدمين شيء حق الأصدقاء، يعني مثلا أحيانا أصدقائني يشاهدونا، فهل أنت عندك منصة معينة أو قناة تقدمين فيها هذه النصائح وهذه الورش؟ طبعاً عندي حسابي في الإنستغرام. حلو. يكون في كل الفعاليات، كل الأشياء اللي أنا أسويها موجودة في الإنستغرام، فاللي حاب عادي يدخل الإنستغرام. حلو. حلو، ممتاز، الله يوفقك يا رب. شو طموحك عهد؟ شو تتمني؟ أنا طموحي أن أكون رائدة فضاء. الله. لأني أحب أكتشف في الأشياء، فمن الأشياء اللي أحبها أني أكون رائدة فضاء. طبعا ما راح احقق طموحي من دون جهد، من دون استهاد، فلازم انا اجتهد عشان احقق طموحي. وانت مجتهده وباذن الله بتحققين طموحك، الله يوفقك يا رب. وانا استمتعت وايد بالحوار معك، والله يزيدك ان شاء الله من الانجازات الطيبه حبيبتي. نشكر صديقتنا عهد سعيد اليليلي حضورها المميز معنا اليوم، واللي اضفى على البرنامج نكهه من الابداع والفائده. نتمنى التوفيق دائما، وأتمنى لكم أنتم أصدقائي بعد تتبعون شغفكم وحلمكم وتحققون المزيد من الإنجازات الطيبة. أتمنى لكم كل التوفيق. والحين أصدقائي بناخذكم بجولة إلى فقرة عالم الحيوانات، ومنسلط فيها الضوء أسبوعيا على حيوان مختلف. اليوم نتعرف على حيوان جديد من خلال هذا التقرير، خلونا نتابع. في مكان يسوده برد الشتاء القارس وتداعبه الثلوج وتتخلله برك المياه الساخنة، مشهد يذكرنا بحكايات الأطفال الكرتونية. أما الأبطال فهم نوع فريد من القردة تعرف بقرود المكاك اليابانية ذات الوجه الأحمر والعينين الناعستين والمعطف الرمادي السميك. رحلتنا اليوم يا أصدقاء شيقة وجميلة جدا، لكن قبل أن نسافر معا عليكم أن تهيئوا أنفسكم وترتدوا معاطفكم، لنذهب معا إلى مناطق الثلوج اليابانية حيث يقطن هذا الحيوان الطريف. يعيش قرد المكاك على جزر هونشو اليابانية، حيث تكثر عيون الماء الطبيعية الساخنة في مناطق يغطيها الجليد طيلة الشتاء، فتلجأ هذه القردة إلى المياه الدافئة للوقاية من برد الثلوج والجليد حولهم. أما عن طعام قردة المكاك فهي تتغذى على المكسرات والفاكهة والحشرات، وتعمل على اختزان الدهون والطاقة لتساعدها في فصل الشتاء. وحين تواجه ندرة في الطعام تقوم القردة بالحفر تحت التربة للحصول على الجذور والنباتات. تفضل قردة المكاك اليابانية العيش في مجموعات متآلفة، ويتواصلون مع بعضهم باستخدام مجموعة معقدة من الأصوات والإيماءات،
وتتميز هذه القرود بسرعة القفز والمهارة في السباحة، ومن الممكن أن يصل متوسط عمرها إلى قرابة 30 عاماً تقريباً. كما ويتسم قرد المكاك أيضاً بفروه السميك الرمادي المائل للبني، والذي يساعده على التكيف في درجات الحرارة الباردة. تهتم أنثى القرد بصغيرها، حيث أنها تلد مولوداً واحداً كل عامين، وتعتني به وتحمله على ظهرها، وتطعمه وتعلمه تغذية نفسه حتى يكبر ويصبح عمره قرابة 3 أعوام. وعندما يصبح بالغاً يترتب عليه الانطلاق ومغادرة القبيلة والبحث على قبيلة أخرى. أما الإناث فلا تفارقن القبيلة. بتناغم وحب تعيش قردة المكاك اليابانية، يحنو بعضهم على بعض لينعموا بحياة دافئة تقيهم قسوة الشتاء وبرد الثلوج. فإذا ما فكرتم بالذهاب إلى اليابان، عليكم بزيارة منتزه جيكوكو داني الياباني لتستمتعوا بمراقبة عائلة قرود المكاك الطريفة والكسولة في مجتمعها الصغير. إلى هنا يا أصدقاء تكون رحلتنا قد انتهت. نلقاكم الأسبوع القادم برحلة جديدة لعالم آخر مليء بالمغامرة وكنوز المعرفة. ومن عالم الحيوانات بننتقل لفقرة اصطحب نفسك، لكن بعد الفاصل. أخواني وأخواتي، فقرة اصنعها بنفسك في كل حلقة نقدم لكم عمل فني إبداعي لتنمية مهاراتنا والاستفادة منه في حياتنا. معنا اليوم الأستاذة ياسمين علي، مصممة الفنون والأعمال اليدوية. حياك الله في معنا أصدقاء. تسلمي يا حبيبتي، أهلا بك. هلا بك. حابين نعرف شو بتقدمين لنا اليوم؟ اليوم إن شاء الله بدي أعمل كروت معيدة، عملت تصاميم مختلفة، عملت كروت من فن لف الورق. حلو. وعملت كروت مختلفة. جميل جدا. مختلفة. شو الأدوات اللي بنحتاجها؟ بدنا مقص، بدنا سمق، بدنا دباسة، وبدنا قطعة الورق بتعمل ورود، بتدي شكل كتير حلو لل حلو. نزين فيها الكرت. جميل. وبدنا هذه كمان بتعمل الورق مموج بشكل كتير حلو. جميل. وبدنا هيك نزين فيها خرزات لاصقة. ايوه نزين فيها وهذا المقص. يعني فيه يعني مو مستوي لكن له شكل، بدي شكل كتير حلو، يقصه بشكل معين. مزبوط. حلو. بدي شكل كتير حلو للكرت. جميل جدا. وفي بعد اشوف شرائط ورقية ايضا. وشرائط وكمان عشان نعمل زي الكروت فنلف الورق. جميل. بهذا الكرت بهذا الورق. جميل. وايضا اشوف بعد صمغ حراري او صمغ شمع. صمغ هنستخدمه بس مو كثير. حلو. جميل جدا. اول خطوه نجيب ورق مقوى. اثنين محتاجين ورق مقوى يكون شوي كثيف شوي سميك. اوكي. بنتني هيك اذا بدنا الكارت يكون كبير. حلو. اذا بدنا يكون اصغر مثل هذا الحجم حسب الرغبة أصدقائي. إذا تبون حجم الكرت يكون كبير أو صغير أنتوا تتحكمون بهالشيء. مزبوط. هلأ من اثنين كمان وايد سهل هيكون حلو. بهذا الشكل. هلأ بنستخدم هذا المقص عشان يدي شكل حلو للكرت. جميل. حلو يكون هيك هذا الشكل. لمسة جميلة لأطراف البطاقة، يعني ما تكون بشكل مستقيم. لمسة حلوة تدي شكل حلو ومرتب يعني الكرت. ما شاء الله. حلو. هيك هلا نعمل الطرف الثاني. حلو. صار بهالشكل أصدقائي. الخطوة اللي بعدها جيب الكرت من اثنين بهذا الشكل. فبهالطريقة أصدقائي نصنع التموجات. أيوه.
نحن بلغتنا المحلية نسميها مثل المهفة أو الأكورديون. أيوة. نفس الفكرة. صح. الصوت. نعمل هيك. هيك. أوكي. بنعملها هيك. أوكي. وبعدين. شغلها مرتب. ما شاء الله. ما شاء الله. بعدين بنثنيها على جوا كلهم. أها. نعملها هيك. أوكي. وبعدين نفردها. نجيب الدباسة من المنتصف أصدقائي. أيوة. حلو. ثبتنا. ثبتناها. بعدين. آها. حلو. تبقى هذا الشكل. جميل. بعدين نعمل بال. قطعة. قطعة الورق. نعمل أشكال مثلاً إذا هاد نحتاج أبيض مثلاً عشان يبقى شكله مختلف. إذا أصدقائنا حابين يقتنون مثل هالأدوات وين ممكن يلقونهم؟ يعني موجود في المكتبات أو مثلاً المتاجر الخاصة بالكلاب وين؟ موجودين في المكتبات. حلو. ففي أشكال كمان كتير وأشكال حلوة. حلو. إن في أكثر من شكل، في ورود، في. في فراشات أشكال. كمان. حلو. الله جميل. تدي هذا الشكل. حلو. كي. بعدين نعمل كمان واحدة صغيرة. اها في احجام بعد. حلو. حلو هذا الشكل. وبعدين كمان بنعمل واحدة كمان وردي عشان هنحطهم هنزين فيهم الكارت. حلو. هذا الشكل. وايد حلو. هلا نحطهم على بعض هيك. من 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 بنحط صمغ. طبعا الصمغ المستخدم اصدقائي خاص بالورق. بالورق. وبعدين ممكن نحط نعمل واحدة بينك عشان يبقى عكس. عشان يبقى عكس بعض. لا مش الحلو انه في تقديم الهدايا نصنعنا يعني نحن نصنعها بايدنا، والاحلى ان ايضا البطاقه اللي نحن نقدمها مع اي هديه تكون ايضا من صنع ايدنا، ف لمسه جدا جميله ما شاء الله. وايد شكلها حلو يفتح النفس. رائع. بعدين بنحط خرزه او كريستاله. كريستاله صغيره في النص تدي شكل حلو للوردة. ممكن نستعين برضو نساعدنا ملقط. أيوة ملقط بتساعدنا برضو نحن تثبيت الأشياء الدقيقة. حلو. نسيبها شوية تنشف. أنا عاملة واحدة في البيت. هذه واحدة جاهزة أصدقائي. أوكي. بعدين نستخدم مسدس الشم، نحط شوية سمك، نحطها هون، نثبتها هون. حلو. وبعدين أنا عاملة كمان في البيت ورقة قصيتها بنفس المقص، بس الأبيض بحجم أصغر. أصغر. من ال 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 القاعدة الأساسية أو الورقة الأساسية. أنا عملت ورقتين، واحدة بيضة واحدة وردي، وقصيتها بنفس بنفس الطريقة بالمقص هاد. أوكي. هلا مثبتها هون بدي شكل حلو. حلو. جميل جدا. ثبتها ونحطها في النص. يكون هيك محلاها. وبعدين بنثبت كمان الطرف هون. نحط شوية سمر. ولا أسهل أصدقائي. شوية صغيرة. كتير سهلة وحلوة كمان والشكل كتير حلو. الله رائعة. تسلمي. جميل. هلا الشكل الثاني هعمل هذا الشكل. حلو. هلا بنفس الورقة النصف الآخر منها. النصف الثاني. حلو. نثنيها. نستخدم هذا الورق، هذا ورق الضيافة.
تحط على كوباية الشاي أو حلو. أنا بالعادة أشوفهم بس على شكل دوائر أو في أشكال مستطيل، بس أول مرة أشوف القلب. حلو، في أشكال كتير، أنا عجبني هذا الشكل، جميل. هلأ نحطه هون، بس نشوف يعني الشكل اللي بدنا نثبته عليه. حلو، مثلا هيك نبدأ نحط سمك. جميل، ثبتنا، ثبته على الورق المقوى بهالشكل أصدقائي. بالضبط الشكل هذا. حط كمان ورق. فتقدرون أصدقائي تستخدمون أوراق الخاصة بالضيافة، تصنعون منهم بطاقات حلوة للتهنئة للمعايدة. مزبوط، شكلي بتاع كتير حلو. خذوا حبة حبتين وما بتخلصونه، بعدين ماما تزعل خلصتوا اللي عندها في المطبخ كله. حلو، وبعدين من نفس المقص نقص في اشكال اخرى ايضا. كثير في اشكال، وكل الرسومات مرسومه كمان على المقص. حلو، يعني اللي بدنا اياه يدي شكل كثير حلو. في اشكال كثيره. جميل، هذا الشكل حلو. ماشي، بعدين بنعمل بنزينه. هلا نحط هيك، انا عملت شريطه جميله. طبعا اصدقائنا ترون تتحكمون انتم بالالوان وعلى ذوقكم وحسب المناسبه بعد. مزبوط، حط هون. اوكي، حلو. والحين بنستخدم الخرزات اللاصقه، هذه ايضا موجوده في المكتبات او اي محلات خاصه ب لا متوفرين برضه بالمكتبات. حلو، نجيب الخرزه ونحطها هون. انا شفت شكل قلب فزي هيك، فانت بتمشين على الشكل الاساسي اللي موجود على ورق الخاص بالضيافه. بيبقى في اشكال كثير بس هذا الشكل. فاصدقائنا ما شاء الله بيبدعون بطريقتهم ويتفننون. مزبوط، اكيد يقدروا يعملوا اشكال كثير. حلو، في اشكال كثير حسب الورقه. واذا ما كان متوفر شو ممكن يستخدمون اصدقائنا؟ يعني إذا استصعبوا موضوع إن يطلعون ويأخذون مثلاً هالأدوات، شو ممكن يستبدلون؟ يعني يحصلون على نفس الفكرة تقريباً. ممكن يعني يزينوه مثلاً بهدول الأشياء، يعني هذه قصص الورق كتير بتدي شكل حلو. أو ممكن بعد محلات الكلف عندهم السلسلة اللي على شكل كمان حبيبات وخرزات، فتعتبر هو الحل البديل. صح، وممكن كمان بالدنتل بدي شكل كتير حلو. جميل، كمان نبدل الدنتل. وفي هيك مثلا كمان ايضا قطعه اخرى بتعطيكم شكل جميل. برضو هنا نحط مثلا يعني نزين يعني هيك على حسب شو بتحب يعني. حلو، الاحظ في بعض البطاقات ايضا استخدمت يعني ممكن يستخدمون مثلا خرزات اللولو. فعلى نفس الفكرة، إذا ما كانت كريستال أو خرزات ممكن يستخدمون اللآلئ. صح، وايد حلو بهذا الشكل. والنموذج الآخر هلأ بدي أعمل هذا الشكل. حلو، أوكي، جميل. هلأ بنعمل كارت صغير الاثنين. حلو، بعدين نجيب المقص. نتني كمان تانية. نتني كمان مرة. فأيضا النصف نصفناه. أيوة بالضبط، هيك كارت صغير. نقصه نفس الطريقة بالمقص، أنا عملت في البيت. حلو، هي مقصوص. هلا نبدأ نعمل الوردة. هنعمل هذا الشكل. حلو، اوكي. هلا نجيب ال
هاي بتعمل الورق مموج بدي شكل كثير حلو. بنحطها هون. حلو مثل كسرات خفيفه. ايوه بالضبط بتدي هيك شكلهم حلو. نعملها. ما شاء الله عليك فنانه. يعني ادواتك وايد بسيطه لكن يعني تضفي لمسه حلوه على البطاقه. تسلمي. هلا بنعمل هيك. هلا بنقصها على مرتين. على حسب الحجم كمان بدنا اياه الورده يعني سايزنج ورده كبيره. اوكي هلا بنستخدم هذا القلم. هذا القلم بلف الورق. اوكي. هاي اداه خاصه اصدقائي. فيها فتحه صغيره على اساس تثبيت طرف الورقه. مظبوط. او الشريط الورقي. وتقوم بعمليه لف الشريط. اوكي هلا بنحطه. هيك. بهالشكل. طبعا مع الممارسه المستمره اصدقائي يصيرون اسرع في عمليه. أيوة. اللف. مظبوط. هي ما شاء الله يعني تيتي هيك الشكل. اها كم حتى فصنعنا بتله من بتلات الورد وحنبدا نبدا نثبتها. اوكي لا تبقى هيك هذا الشكل. اوكي حلو. الخطوه اللي بعدها هلا بنجيب انا عامله في البيت كمان. اوكي هلا بنجيب نجمعهم مع بعض. جميل. السمر حط شيء بسيط كثير من السمر لانه هو على طول والهدف منه تثبيت. بالشكل هذا سهل وبسيط اصدقائي وما ياخذ منكم وقت ابدا صراحه كثير. نثبت اخر قطعة. اخر بتلة. حلو. هلا بنجيب اخضر عشان هنثبت عليها الوردة. اوكي. ناخذ الحجم اللي نحسه ان احنا مناسب للكارت. حلو. اوكي نجيب نحط شوية سمر. هون بس برضو بنحط ما نحط كثير عشان ما يكون مبين في مسحة بسيطة على الطرف لتثبيت ساق الوردة. بس هنحط هاي هون. حلو الحين بنثبت الوردة على البطاقة. اوكي تكون هذا الشكل. تمام. بعدين ممكن نحط هذول الخصوص او نحط هذا يعني ممكن هذا كريستالات او خرزات لاصقه. حلو. او ممكن نعمل نجيب هذه الورقه ونثنيها. اوكي وبعدين نجيب المقص ونقص هيك. هيك الاطراف ما نقصها بشكل كامل نترك طرف شوي يمسك ال لا لا بنقصها هلا كلها. ايوه بس شيء يعني بسيط. بس ايوه شيء بسيط هذا الشكل. نحتاج مقص صغير لهي العمليه اصدقائي. مزبوط. هلا انا عملت واحده في البيت قصاها. تمام بجيب نفس القلم وبلفه. حلو. اوكي ونحط سمر وبعدين نمشي نفردها. حلو. فنانة. ما شاء الله. تبقى هيك. يعني بدل الخرزة ممكن نحط حسب الرغبة أصدقائي. حسب الرغبة. جميل. سمع. أوكي. هلا بنجيب شوية سمر ونحطها. نحطها هون. هلا بنعمل
نفس الطريقة أوراق عملتها بهذه المكنة بهذه الأداة. هلأ هنعمل هذا الورق، ورق الوردة، نلفها تبقى هيك حلو. نجيب كمان السمر، وبعدين نجيب السمر نثبتها هون هذا الشكل. الله، جميلة جدا. يعني لمسات كلها يعني راقية ورقيقة جدا. تسلم ايدك، يديك يعطيك العافية. العافية يا رب حبيبتي. يعني ابداع وفن يعني جدا رائع حبيبتي. ربنا يسعدك. تسلم ايدك ويديك. استمتعت معك حبيبتي، واتوقع اصدقائنا بعد استمتعوا بهذه الفقرة. فنشكر الاستاذة ياسمين على هذا التصميم الرائع. اتمنى اصدقائي ان هذا العمل نال على اعجابكم، وتكونوا استمتعتوا معنا في فقرة اصنعها بنفسك. أرحب مشاهدينا ومتابعينا من جديد، والحين وصلنا لأحلى فقرة عندكم، وهي فقرة وجبة لذيذة نقدم فيها كل أنواع المأكولات السهلة سريعة ومبتكرة ومفيدة وصحية للأطفال عشان يسوونها في البيت، وطبعا بشرف الوالدة الله يحفظها أو أي شخص كبير. اليوم تقدمها الشيف بادية خير الدين، حياك الله، ونبى نعرف شو مجهزت لنا اليوم. اهلا وسهلا فيك اخت سمر، واهلا وسهلا بمتابعينا الاعزاء الغاليين على قلبنا. اليوم بما انه الاجواء حاره فحبيت اقتبس من هالاجواء وصفه حلوه تبرد على قلوبهم، وهي ايس كريم. حلو. فلما نقول ايس كريم دغري بيجي لذهننا ايس كريم في سكر، في ملونات، في يعني كريمه، وهي الاشياء اللي شويه هيك ثقيله على معدتنا. فانا حاولت بهاي الوصفه هاي اني اقدم لهم وصفه خفيفه حلوه صحيه بنفس الوقت، وسهله وسريعه كمان. جميل. يقدموها ياكلوها هم، يقدموها لاصحابهم لما حد يتصل فيه انه انا جاي لعندك دغري يسويها، تكون جاهزه هيك على ياكلوها وهي بارده. كثير طيبه. مكوناتي هي تفضلي لبن روب زبادي، اخترت الفراوله طبعا هم لهم حريه الاختيار، اصدقائنا بدهم التوتيات، بدهم الموز، بدهم المانجا، اي نوع فاكهه بحبوه ما في اي مشكله. كل الفواكه حلوة، كل الفواكه نفرز فيهم، يعملوا حتى دمج بين مثلا البلوبري والستروبري مع بعضه، وبين موز ومثلا فراوله مع بعضه، ما في مشكله. حلو. مفرزي طبعا في عندي العسل، هي المكونات الاساسيه، فمثل ما شايفتيها ما فيها اي شيء صناعي او صناعي او سكر زياده. فانا جميل. السكر اللي هو حبيبات السكر انا استعطت عنها بالعسل، والعسل جدا مفيد جداً. لصحتنا، لجهازنا الهضمي، لبشرتنا، حتى أيضاً. للمناعه. حلو. العسل حابه انوه عنه انه هو فعلا فعلا غذاء كامل متكامل يعني. وما بعرف اذا بيعرفوا اصدقائنا انه العسل ما بيفسد، بالعكس يعني هو ماده يعني وقت طويل جدا جدا ما بتفسد، هي ماده حافظه اصلا. ماده حافظه. وحابه اوجه لهم نصيحه، كل يوم الصبح لو اكلوا مثلا ملعقه عسل مع حبه من الجوز او حبتين، فبيعطيهم نشاط، بيعطيهم حيويه، بيفتحهم ذهنهم، بيعطيهم طاقه. فهي نصيحه مني لكم من هاي البرنامج الحلو لكم، كل صباح انكم تتناولوا ملعقه صغيره من العسل مع جوز، مع لوز، اللي بتفضلوه، بس المهم يكون العسل اللي هو العنصر الاساسي فيه. طبعا عندي فستق الحلبي، حبيت للتزيين، التزيين اي شيء بدهم اياه ما في اي مشكله. حبات التوتيات كمان راح ابدا وصفتي. يعني اختياراتك كلها حلوه صراحه. ايه مضبوط. ومكونات بسيطه وسهله، وسهله للاطفال انها سهله التحضير. مضبوط مضبوط، وما بتاخذ وقت طويل. نحن بنعرف الايس كريم بده معامله هيك شويه طويله، وبده يضل مثلا 10 او 12 ساعه بالبراد، عفوا بالفريزر، ونضربه كل شوي ونخلطه هيك. فهي تقريبا ساعتين بالفريزر، يعني بين ما يجوا اصدقائك لعندك بيكون جاهزي. موضوع جاهز. وقبل موضوع جاهز. جميل. لا، راح احط الروب. حلو. كميه الروب راح تكون اقل من كميه الفواكه اللي عندي، لانه انا بدي طعمه الفواكه هي اللي تطلع.
حلو. والروب كمان احنا حكينا عنه كثير قبل، جدا مهدئ للنفس للمعده، مريح للاعصاب حتى، وفي الخمائر اللي هو اللي موجوده بالروب جدا مفيده لبشرتنا ولحتى جهاز المناعه. صحيح. اوكي، في عندي الاستروبري اعزائي، انا او الفاروله المفرزه راح قطعها، ما بدي اضيفها بهالشكل هي عشان ما اتعب الخلاط وهو يخلط. حلو. فاذا كانت القطع صغيره بحاول بس على السريع قطعها قطع لا على التعيين، قطع صغيره لانه هي بدها تنخلط يعني، فما نحاول نعمل قطع صغيره وقطع كبيره ويكون كلهم بنفس الحجم. جميل. بس مجرد اني قسمها عشان تخلط بالخلاط، يكون خلطها سهل. صحيح. فأي شيء حلو لأصدقائنا، مفيد لهم، لصحتهم، لعقولهم حتى. صحيح. ينشط عقولهم، نحن أكيد بنهتم. وغني أيضا بفيتامين سي أيضا، فهو يعزز جهاز المناعة. مضبوط. فهالشيء حلو في الفراولة. وحابة من خلال هاي الفقرة الحلوة أني أدعي أصدقائنا أنهم يبعثوا لنا أخت سمر أي وصفة، أي وجبة هم حابين أنهم يعرفوا شو طريقتها، شو مكوناتها. حلو. أنهم يرسلونا على البرنامج، ونحن بكل صدر رحب منقدم لهم اللي هم بدهم إياه. صح. طبعا بطرق بسيطة سهلة ومتوفرة بكل بيت. جميل. رح طبعا حلو ان مكونات لذيذة ومفيدة، فيعني مو بس انه مفيد وما يكون طعمه حلو، لا اكيد نحن دمجنا كل الاشياء اللي اصدقائنا يحبونها، وايضا نكهة الفراولة يعني محببة الكثير من الاطفال. صح. انا اتوقع الفراولة والمانجو يعني فواكه صيفية. صح. وايضا اللي هو البطيخ الاحمر ايضا بعد موسم الصيف. نحن نسميه باللغة المحلية اليح. فهي اختيار شخصي، حب مثل ما خبرتك يعني فيهم يمزجوا، مثلا يمزجوا بين النوعين ما في أي مشكلة. راح أضيف العسل. العسل طبعا ملعقتين أو ثلاثة. حلو. هيك كافيين. راح أضيف شوية من المي، شوي بسيطة. هاي المي اختياري في حال حسيت انه الخلاط مش عم يشتغل بشكل كويس، بضيف شيء بسيط تقريبا ملعقتين من المي على اساس انه بس تساعد لي. الاحظ اوقات اضافه الحليب، فهل يفرق المي عن الحليب في صناعه الايس كريم؟ الحليب يعني نحن رحنا في حليب، لا في الكريمه. كريمه، في بعض انواع الكريمه بينضاف لها، عفوا الايس كريم كريمه وحليب المكثف المحلى المركز بيكون. اي فحليب السائل لا. اعترفيني متسكره. طبعا شايفين ما في اسهل ولا ابسط من هيك طريقه. هي الايس كريم بهالنتيجه، هي شوفوا هي الخليط. عجيبه على فكره هيك اذا والله توني هي بقول احس متحمسه. اذا هيك صبناه بكاسات كمان كثير لذيذة. كثير لذيذ وطيب، وحتى الطعم يعني طبيعيه، ما حطينا لا الوان صناعيه ولا منكهات ولا اي اضافات يعني حتى حلاوتها لذينة. ايضا مفيده، حلاوتها طيبه. بأي علبة موجودة عندي بالبيت راح صبهم فيها. طبعا نتأكد انه العلبة نظيفي ما فيها مثلا مي او شيء يؤذي لي الطعمة اللي راح تنتج عندي. في اضيف حبات البلوبيري او التوت، في اضيف قطع من الفواكه، عفوا الاستروبري او الفراوله قطعها وحطها. على فكره في حط مثلا قطع حبات من الرمان. عجيب. بهالشكل هي بس مجرد احركها. فحلو لما الواحد يعني ياكل الايس كريم او المثلجات وحس تطلع معه بعض الفواكه. صح. يعني فينا نقول الطبيعيه، بتحسي بالنكهه الطبيعيه. راح اغطيهم ودخلهم على الفريزر ساعتين او ثلاثه، دغري بيمسك مع بعضه وبيجمد بهالشكل. هاي وايد سهل، سهله بسيطه وحلوه وما بتحتاج وقت او لا ما تحتاج ابدا يعني. نحن نسولف ما شاء الله كله يعني في الخلاط،
ما يبالي شغل وايد حلو. شوف الشكل هاي في اشياء عجيبه هني. بهالشكل هاي عجيب. متى جت معانا الايس كريم؟ هاي بالبراد تقريبا 3 ساعات فنشوف حلو. عجيب هالشكل هاي. شوفي حتى قطع الفراولة مثلا اللي أنا حطتها فيها موجودة بعدها. عجيب. فكثير حلوة. نشوف طريقة التقديم. طبعا طريقة التقديم إما فينا نستخدم الكون أو هاي الآيس كريم البسكوت الوافل الوافل أو حرية الاختيار لنا. نزين فيها ونقدم اللي بدنا إياه بهالشكل هاي ولا احلى. يعني ضيافي 100% بامتياز. دائما مبدع ما شاء الله. بيتيه صحيه حلوه لذيذه وبنفس الوقت سريعه وبتحسي انت عم تاكليها بانتعاش جدا. فهي فينا نزينها باحلى الالوان ما شاء الله. الفستق الحلبي فينا نحط اصبع من البسكويت. عجيب. مثلا قطعتين بلوبري فنانة. فينا مثلا بهاي الكون بهالشكل هاي ولا أروع. آيس كريم صارت ما شاء الله جاهزي. صراحة شكلهم وايد يفتح النفس بهالشكل هاي. عجيب ما شاء الله بهالشكل هاي. عندي آيس كريم صحي شهي لذيذ 100% صنع بيتي وبتمنى انه تجربوا هاي الوصفه وتعطونا ارائكم لانه انا متاكده انه راح تعجبكم اكيد. وصحتين وعافيه يا قلبك. شكرا. واحلى ما فيها انها صنعت بحب. اكيد. شكرا. تسلم ايدك يعطيك الف عافيه. الله يعافيك ويعافي قلبك يا رب. متحمسه وايد اني اجرب. يلا. الله يسعد. طبعا اصدقائي نشكر الشيف باديه خير الدين على هاي الاكلات اللذيذه. والحين بننتقل مع فقره رنات لكن بعد الفاصل خلكم فيها. أحبابنا في نهاية كل حلقة من حلقات برنامجنا معا أصدقاء نقدم لكم ملخص سريع لفقرات حلقتنا ورنات. فقرة إبداعات مع المبدعة عهد اليليلي الموهوبة في مجالات مختلفة مثل الإعلام ومجالاته والحاصلة على العديد من الجوائز في مجالات مختلفة. في عالم الحيوان خذناكم في رحلة تعليمية ممتعة لعالم حيوان جديد. الفقرة الفنية الإبداعية اصنعها بنفسك مع مصممة الفنون والأعمال اليدوية ياسمين علي. واختتمنا بفقرة وجبة لذيذة مع الشيف بادية خير الدين. أصدقائي صديقاتي كلنا استمتعنا معاكم اليوم وإن شاء الله تكونون بعد استانستوا في هاي الحلقة من برنامجكم معا أصدقاء. للمشاركة في فقرة إبداعات يقدرون الموهوبين منكم يرسلوا لنا مشاركاتهم وإنجازاتهم في مجال الموهبة عشان تكونون ضيوفنا في استديو البرنامج. ارسلوا لنا الاسم الثلاثي مع رقم هاتف الصديقة أو الصديق اللي حاب يشارك معنا على موقع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. البريد الإلكتروني للبرنامج معا أصدقاء sba.net.ae ونحن بإذن الله بنتصل فيكم دائما بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على البريد الإلكتروني. ولا تنسون أصدقائي واسم البرنامج معا أصدقاء ونفيد ونستفيد. نشوفكم في الحلقة القادمة على خير. في أمان الله. مع السلامة. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا. حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.